الحمد لله الآن في بلدنا من كل الكفاءات العلمية والأطباء اليوم خير مثال وطيبات خير على ذلك. في ظل الثورة العلمية التي تشهدها الأنظمة الصحية في العالم وتسابق الدول إلى تحقيق مزيد من الابتكارات والاختراعات وتحقيق أقصى درجات الجودة في الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها والعالم، تكرس المملكة جهودها وفقاً لرؤية 2030 لتكون مرجعاً ومركزاً علمياً عالمياً في تحقيق مفهوم سلامة المرضى وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لهم. ولدور الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المستمر في دفع حركة القطاع الصحي بالمملكة ومواكبتها الدائمة لما يستجد من تطورات صحية عالمية، فقد ارتأت تنظيم مؤتمر سنوي مختص يحمل اسم سلامة المرضى ليكون رافداً في بناء القدرات والقيادات في هذا المجال، ويستعرض من خلاله أحدث التقنيات والتطبيقات والتجارب الرائدة محلياً وعالمياً، هادفاً لإبراز أهمية التطوير الدائم لجودة وسلامة الرعاية الصحية بجميع مستوياتها والمساهمة في خلق بيئة صحية ملائمة. وامتداداً لنجاحات مؤتمر سلامة المرضى في سنواته الثمان السابقة، فقد ركز مؤتمر سلامة المرضى بنسخته الثامنة على المعلوماتية الصحية وأهميتها في دعم سلامة المريض عبر وسائل التقنية. سجلت خلاله العديد من المساهمات العلمية البارزة، منها ما يزيد عن 100 ملصق علمي وأكثر من 10 ورش عمل حضرها أكثر من 200 متدرب ومتدربة من خيرة شباب هذا الوطن، نوقشوا من قبل نخبة من المتحدثين المتخصصين على الصعيدين المحلي والدولي. ويأتي مؤتمر سلامة المرضى في نسخته التاسعة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، ليعطي بعداً آخر لسلامة المرضى في عدة محاور مختلفة، أهمها أنظمة الواقع الافتراضي والمحاكاة الطبية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية لتحقيق التطلعات في الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الجودة في العمل الصحي في المملكة العربية السعودية.